رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة الرئيس البولندي أندري دودا للقاهرة، مؤكدا أنها تعكس في هذا التوقيت الحيوي الأهمية والأولوية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البولندي عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، أشار الرئيس إلى أن المباحثات تطرقت لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي. يسعدني أن أرحب بفخامتكم في زيارة الدولة التي تقومون بها إلى مصر، والتي تكتسب أهمية خاصة كونها أول زيارة رئيسية من الجانبين رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية بيننا عبر قرن من الزمان. وحيث تعكس الزيارة في هذا التوقيت الحيوي مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزاً. وعلى الصعيد الثنائي تناولت مباحثاتنا بشكل تفصيلي سبل المضي قدما في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي. وتم الترحيب أيضا بالقرار البولندي باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين القاهرة وارسو اعتبارا من 31 مايو 2022.